يموت الكافر ويموت الكافر يقتل
فلا إرادة مخصوصة قيل صدى بن الخطاب وقال أبو جهل رجل أراد لنفسه أمرا ما لا تفعله رجل مكة هذا هو قصد شخصا بعينه وكان يدافع عن الوطن لو كان ابن أخته فالرجل أراد لنفسه أمرا ما لا تصنعه الشاهد رجل مكة ولكنه قصد بها معين مناقضة فإن يقول لك شخصا زيد بالذات تقول راجل بالذات مناقضة يقول أنه داعي لما عن ملك كريم يجوز كريم مثل نكرة لكنه بما لا يجوز الكريم وجارية ضربت لأنه معنى ضرب الجارية فيقول هناك معنى جارة ولا يقول فاعل ولا فاعل هذه الشهورة وجنس اللغة الأولى للنكرة كل رفعت المبتدأت بها نكرات والمصر الواقع قال أبو حيان وكل ما نكرت في تقسيمي راجع في التخصيص والتعميم قال كل ما نكرت في التقسيمي.